أيضا من الشعارات والمنارات الدالة على تعظيم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة لها والدفاع عنها. وقد جاء في الحديث وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطنين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فنحن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرد عنه، نذب عنه، نكشف الشبهات التي تدور حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، وكانوا لا يقبلون التشكيك فيها ولا يقبلون الغمز فيها ولو كان من أقرب قريب، ولو كان من أقرب قريب. تجد الإنسان عنده غير على دين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث يوم من الأيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام أحد أبنائه وعنده تأويل، قال: يا أبتي والله لا نمنعهن، من الغيرة، قال: والله لا نمنعهن. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال في بعض الألفاظ أنه قال فيه قولا بليغا، وجاء في بعض المواطن أنه قال: لعنك الله. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. انظر للغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. قيل بأن عبد الله بن عمر مات وما كلم ابنه، كل ذلك غير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، والخذف والرمي، رمي الحجر الصغير. قال: فإنها لا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين، بمعنى أنها لا ترد العدو وإنما تضر بالعين. فقام أحد من جلسائه فخذف، أي رمى الحجر وخذف. قال: أحدثك عن رسول الله وتخالفه؟ والله لا كلمتك أبدا. يعني هذا فيه سوء أدب وفيه عدم احترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم بأن النبي عليه وسلم قال ذلك وتخالفه؟ تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعله؟ قال: أخبرك عن رسول الله وتقول وتخذف؟ والله لا كلمتك أبدا. وعبد الله مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما حدث بحديث المتعة في الحج، فقيل له: إن أبا بكر وعمر يقولون كذا، إن أبا بكر وعمر يقولون كذا، قال: إني أراكم ستهلكون. وفي لفظ آخر قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فيدل ذلك على أن المؤمن ينبغي أن يستحضر في قلبه تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها، ولا يقبل بها مساسا ولا يقبل فيها طعنا، ويغار غيرة حقة، غيرة عادلة، غيرة صادقة، وينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ولله الحمد والمنة لا تزال أمثال هذه المبادئ وأمثال هذه الصفات الحميدة في قلوب كثير من الناس. ما إن يمس أحد أعداء الإسلام والمخاصمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطعن أو غمز أو استهزاء إلا وتتحرك غيرة أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاتباع، فينشرون سنته ويدلون على فضائله وينشرون شمائله عليه الصلاة والسلام ويدلون الناس إليها ويحيون ذلك بالمحاضرات والدروس والخطب. هذا كله دليل على غيرة وعلى دفاع عن سنة النبي عليه السلام، وهذا يؤكد ويؤطد بأنهم حقا متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.